سلام هشام، هشام بجاية. السلام عليكم. سلام صحراء، سلام الزواوي، سلام سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسلمك يا سمير. الصوت مليح يا سمير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هذا الفيديو إن شاء الله يكون واضح المستوى الوطني للعسكريون السابقون محاربي العشرية السوداء 92-2011. والله سبق وتكلمنا، سبق وتكلمنا على التسوية هذه، سبق وتكلمنا على التسوية 92-2011 جميع الفئات ما عدا بعض الفئات، بعض الحالات من الشطب اللي يعرفها العام الخاص، ولكن بعض التأويلات من بعض الناس اللي ما تنهاش حتى التسوية، ولا مقلقين على التسوية، ولا يشوفوا في رواحهم هما يحتاجوا التسوية وحنا ما نحتاجوهاش، ويهضروا في الفيديوهات ويهضروا هضره اللي مش بلاصتها ومش مليحه، او الناس اللي ما تعنيهاش حتى التسوية باللي هما يشوفوا روحهم مقصيين، يوليو يقولون بلي التسويه هذه ما كاينش. وحنا قلنا التسويه ان شاء الله 92-2011 والتريقل، وما بقاش ان شاء الله والتريقل، والاغلبيه راهي فاتت في الخبره الطبيه، ما عاد بقى شي قليل على التاديبي، وفئه قليله على نهايه العقد، هادو اللي محالين على الخبرة الطبية. ويعني جميع من محال على الخبرة الطبية راهي تعنيه التسوية، راهو فات في تحقيقات وحولوه للخبرة الطبية. قلنا في جانفي اللي فات انه العام هذا عام انتخابات وعام جديد علينا، ولا الاخر تاع الوحده الرئاسيه تاع عبد المجيد تبون، وقلنا باللي اي جايه ناس تزيد تخوننا، وتقولنا تسيسوا، وتقولنا تديو، وتقولنا تلعبوا علينا، واحد كل واحد واش يهضر واكم تشوفوا، سواء داخل تنسيقيه ومعني بالتسويه هذه او بعيد شويه، اللي احنا نقول لهم ربي يهديكم ان شاء الله هاد الناس اللي راهي تهضر فينا وتؤول علينا بعض الاقاويل. هذا واش راح نقول لكم، يعني في الفيديو هذا واش راح نقول لكم في الفيديو هذا، مازالت كاينه البيروقراطيه، كاينه الاداره تمام يخدموا لي سي ام اس ولا صناديق المعاشات ولا ام يخدموا، نقولوا ما يخدموش نكذبوا، نقولوا يخدموا مي فئه قليله واللي تسوى فئه قليله. داكور راني معاك، نقول لكم باللي كاينين الحواجز قدامنا في التسويه هذه، كاين الناس اللي مسبقه التسويه هذه، لازمها ما نتريقلوش، لازم تبقى البلبله في البلاد، ولازم كاينه، كاين اللي وعدنا باش تريقل 92-2011، كاين اللي وعدنا وقالنا ندمي الفضاء يتطوى ونريقلوه ان شاء الله ويفوت بخير وعلى خير علينا كامل. المشكل انه بعض الاطراف والله الناس اللي جات للاعلام هذه باش نفهموا الناس اللي قاعده تهضر فينا ما ليس فينا، كاينه بعض الناس كانوا في السلطه، كاين اللي الاغلبيه منهم مراح، وكاين اللي مازال، كاين اللي حتى تهمنا احنا في النضال تاعنا بخونه، احنا تهمونا كخونه البلاد، كخارجين على
على القانون على الدستور ومتمردين على السلطة والحكام ودرنا ودرنا. والله غير كتبوها، والله كتبوها علينا، وكتبوها علينا في التنسيقية باللي هاد الناس فيهموا فيه. وحنا ديما نقولوا خليه يهضر، خليه يقولوا، المهم النضال تاعنا واضح والمطالب واضحة، وش مطالب اجتماعية. وحنا المطالب تاعنا اللي درناها، احنا وجدنا اننا غلقنا لوتورود ودرنا مشاكل ودرنا ودرنا، داكور دارنا مشاكل، دارنا على المستوى الوطني دارنا، مي المطالب تاعنا من كيما احنا كيما المعلمين كيما الاطباء كيما المحاميين كيما اي واحد في المجتمع الجزائري يحوس على حقه، حنا كذلك كمواطنين جزائريين كنا في مؤسسه خرجنا نحوسوا على المطالب تاعنا، الحقوق الاجتماعيه تاعنا والعيش الكريم، هذه الانبياء العام والخاص. ولكن حنا ما يبانش العيب في هاد الناس اللي كانت مسؤوله على الشهاده، ما يبانش العيب فيهم، لازم يخونونا حنا نروحوا فارغين اليدين وهما ينتصروا علينا ويحطونا في الحباسات ويخونونا ويديرونا. ولكن حنا نيتنا مليحه للبلاد وصادقين وماناش خوانا وماناش كذا، وصلنا النضال مالغري المشاكل، وصلنا النضال وصلنا الكلام تاعنا وتفتحت الباب وفتنا في الحوار، واللي تريقل او تريقل بالملف العسكري اللي نعرفوه حنا، الملف العسكري اثناء الخدمه بمرض منسوب، ملف مدني اثناء الخدمه مرض منسوب، جندي ابلي جندي احتياطي بمختلف الرتب بملف طبي عسكري او مدني اثناء الخدمه مقبول. بقى لنا المشكل في الملف الطبي المدني خارج الخدمه، الملف الطبي المدني كيف نقولوا، الملف الطبي المدني بالمرض غير منسوب. بقى لنا مشكل في الملف الطبي العسكري اثناء الخدمه والمرض غير منسوب، يعني سيكاتريس لاشوفي، المهم صارت له ديكا مرتاح، مش اعاقه دائمه ولا مرض مزمن ولا، مازالوا نهدوا داكور، نعلموا بهم وعلى بالنا بهم ومسجلينهم بالوحده على بالنا بهم ونعرفوهم هاد الامراض وسجلناهم وما نسينا حتى مرض وما نسينا حتى فئه من هاد التنسيقيه ما كتبناهاش، ووصلنا لانشغال وتفتحت الباب، وما نكروش الناس، ما نكروش خير الناس اللي عاونت، ما نكروش. بقى لنا المشكل هذا تاع الملف الطبي المدني خارج الخدمه او مرض غير منسوب، او اثناء الخدمه ملف عسكري مرض غير منسوب. يعني نشوف فيه بلبله كبيره في الفيسبوك في صفحات التواصل الاجتماعي، واحد يقول شامخ لعب علينا، واحد يقول الدولة تكذب علينا، واحد يقول التسوية ما كانش، واحد يقول روح للمنحة الصرف بين قوسين، هذه الكلمة تاع منحة الصرف أنا تكلمت عليها، قلت أنه منحة الصرف راك تهز 105 ملايين ولا 110 ملايين تاع 4 سنين ونهار ولا فما فوق، راك تخلصها وتندم عليها في سمانة تخلصها، خلي أنت قاعد تكبر قاعد مريض تحتاج كذا، خلي بالنا للزمان على بالنا واش فيه، ما نهزوهاش نصبروا شوية على بعضنا، ودي المعاش تاعك ولا العاطب الدائم، ما تروحش لهذه منحة العاطب، منحة الصرف، كاين ناس يدير فيها وتشهر وزاد وقواو علينا لي فو بروفيل في الفيسبوك في الصفحات، الناس اللي ما عندهاش صفحة دارت صفحات وراحت، دارتها مكرة فتحتها وراحت، وخلاوها مفتوحين والناس تنشر فيهم لي انكوني هادو، هم يكتبوا ويهضروا ما يحلو لهم، ما يحلو لهم. وهذا الكلام هذا مش صفه تاع واحد عسكري يعاير واحد صاحبه كان عسكري، وكاينه ناس يجي يقول لك انا درت ودرت، انت ما تعنيكش التسويه، وكاين اللي يقول انا عندي العرف بهري قلت وجرى لي جنرال وكونونال وطبيب وفلان وزيد وبوزيد، انا اللي نصارف بها راجل وتريقل قبل 2020، مي بعد 2020 وروا على هنا وتحكموا عليه الملف وسلكوه، يقول كثر خير الرجاله اللي حلت القضية هذه وناضلت وجرت ووصلت انشغال، ونشكروا القيادة هذه اللي فتحت علينا الباب ورئيس الجمهورية هذا وحولونا
وصارفونا بالملف، وفات في البرلمان، وفاتوا في البرلمان هاد الامراض من اللي كانوا في الجيش وكذا كذا وقبلوهم. قول الحمد لله ما تنكرش، واللي يسلك لنا بالبركه عليه يروح يريح، كي نحتاجوه نعيطوا له يعاوننا، ماشي يزيد علينا لا شارج ولا الضغط. انت سلكت رجلوك، ديت التامين تاعك، ديت هذا يا خويا بصحتك وبالبركه عليك، ونتمنوا لك حياه سعيده هنيئه، روح العطله والبحر ولا ربي يسهل، ما تجيش تضغط علينا، خليك نشوف نلقاو الحلول ان شاء الله للناس اللي مازالت ما تريقلتش، ولا الناس اللي مازالت ما داتش اللي ما فاتش في الخبره ولا المقصيه. كاينه نقطه خلاف، اللي قاعدين يديروا في لي فيديو ويقيسوا في شامخي، يقيسوا فيا انا وانتم تشوفوهم وتعرفوهم، خاصه التعليقات، في التعليقات يهضر ما يحلو لهم ولا في الفيديو. انا هضرت بليزيور فوا وقلت بليزيور فوا، الا كان راني مريقل انشر، والا كان ديت انشر، والا كان كاش ما عندك اهضر، هاتها من الاخر، ما تبقاش قالوا داروا وصرا وجرا وفيه وعليه، هات من الاخر زوج كلمات حط ليه، ما تبقى انا باه نجاوب عليك ونسميك في الفيديو، انا ما نسميكش ونخليك هكذاك ونبح على روحك، انا ني ماشي. لهذا انا نطلب المستوى الوطني، نطلب المستوى الوطني نتريتو شويه ونسمعوا لبعضنا مليح باش نوصلوا، وحنا وكاع المشارف ان شاء الله باش نوصلوا. وما يخفى لكمش الانتخابات اللي جايه، باش نزيد نقول لكم انا مشيت عده مراحل من 2017 سونزاري، بالمطالب بالجري بالنضال بالحوار بالدفاع الملفات، حضرت فيها كامل شي اللي تريقل او تريقل. اسيدي احنا 100 في 100 في 100 ألف، من 100 ألف تريقلت نديرو 80، نديرو تريقلت 20 ألف، 20 ألف مريقلة، وشحال بقات؟ نديرو 80 ألف مثلا، نعم مثلا نديرو مازال 80 ألف مش مريقلة بالملفات هادو، وكاين اللي مازال مفاتش الخبرة، وكاين اللي فات وعطاوها زيرو. أنا نوعدكم وبربي إن شاء الله، بربي إن شاء الله، أنني ما حبش نهضر وما حبش نخسر حتى واحد، وما حبش نهضر كلام زايد، ولا نجي كان شوية لايا نديرو الاجتماع، ولا أنا هضرت خلصت، وكي نقول لكم ندير الاجتماع نديرو، وكي نقول لكم نخرج التيران نخرج، وكي نقول لكم التسوية هذه نمشي فيها ونتبعها ونوصلها ونوصلها لرئيس الجمهورية سينوصلها، كي نقول لكم توصل توصل، وكي نقول لكم الحل نلقاوه نلقاوه، مي نعاونوا بعضنا، ما نزيدوش على بعضنا ونضغطوا على بعضنا ونعايروا بعضنا في الفيسبوك. مي هذه التسويه كي نقول لكم انا بربي ان شاء الله نتريقلو سنتريقلو. كاين سابوتاج كاين، البيروقراطيه قلنا كاينه، مي الحل الثاني وكاين ان شاء الله نفوتوا الانتخابات هذه، والاجتماع هو شهر وما هوش تسمى يعني مزيرين عليه، قادر انا السمانه الجايه بالك نديرو اجتماع وطني، كي نقول لكم نديروه ثاني نديروه، مي بشروط، اللي عنده مشكل تاعو في ولايته يخليه يتم، اللي عنده بينه وبين صاحبه يخليه يتم، كي نهضرو نهضرو على المصلحه العامه ما نهضروش على المصلحه الخاصه، ما انا واحد متخاصم معايا ولا يهضر فيا في الفيسبوك ويدير، انا كي يجي الاجتماع على قضيه وطنيه انا ما نهضرش معاه، الامر الخاص اللي بينه وبينه، يهضر واش حب، مي كيجي ما يخرجش من القضية في الاجتماع، وكي نقول لكم ندير الاجتماع نديرو في ميلا ولا في الجزائر ولا في سطيف ولا في وهران، المهم نديرو الاجتماع ويحضرو ونشوفو النقاط تاع الريزيرف ونهزوهم ونديرو الانشغال، كي نقول لكم نوصلوه ثاني نوصلوه، مي بشرط الريسبي في بعضنا، رانا رجعنا مضحكة، وينك فين يستقبلني الرئيس هذا وتستقبلنا الدولة وكيفاش ديرنا الدولة قصة ليا ولا ليك ولا الآخر، لازم الريسبي بيناتنا سبحان الله. ايوا حنا ما على بالناش، حنا نقيسو، حنا نطيحو في بعضنا، كان مشكل بيننا وبين الدولة على القضية كيفاه حنا تهمشنا وكيفاه كيفاه، بعد ما تحلت الباب ولينا نفوتو في درنا على بعضنا، ولينا حنا نعايرو في بعضنا، ولينا مضحكة والناس تفرج فينا، ولينا حنا نضحكو نعايرو في بعضنا في الفيسبوك، واحد عسكري مقاتل تاع التسعينات يهضر على صاحبو يقولو فيك وفيك،
عيب والله عيب. ولا يقول لها الدولة فيها كذابة، الدولة والرئيس كذاب، وهذا في الفيديو هكذا نورمال. شوية سبحان الله، سمي لي كاين شي فئة في المجتمع الجزائري قاعدة تعيط ودير لي فيديو تهضر كما كنهضرو حنا في لي فيديو، سمي لي فئة كاملة مساكتين وانا رجلو في امورهم بحدا وحدة وحدة بعد دستورق. مي حنا بزاف والله بزاف، انا باش يحلوا عليا الباب لازم نحترموا بعضنا، عليا ولا عليك، انت تهضر نهضر فيك، تهضر انا تهضر فيا، الاخر يقول لك يروحوا رجلوا رواحكم وروحوا من نهضر حتى ما وعدنا. وعندهم الحق. شوف هنا واحد التعليقات، هادو التعليقات اللي شوف انا نهضر لكم هنا لا فيريتي، الشيء اللي نعرمو انا. التعليقات هادو اللي هنا في الفيسبوك عندي انا، راك تشوف راك تعلق الشامخ وتقول له انا من انا ندير وندير، انا في كذا كذا، انا نقول لك منا انا كشامخ مانيش مسؤول عليك باش نسلكك ونمضي لك وحده. اثنين مانيش مسؤول على التعليق تاعك هذا. ثلاثة ما عجبتكش هاد الهيكله وما عجبتكش القضيه وما عجبكش الحقوق وهذا الطريق اللي ماشيين حنا فيها، في راسك حاجة روح ديرها، تخرج تفضل هاي التيرة كبيرة ودير واش حبيت، دير ما يحلو لك. اما ما عجبتكش هادي كاينين الحلول، عندك 4 سنين ونهار، روح روح دي هذيك منحة الصرف تاعك، الحياة منحة الحياة، تروح الزمن لاكاس وتهنى. ما عجبتكش روح جبد الدوسي تاعك وروح تخدم، ربي يعينك ربي يسهل. بصح باش تجي لوسطنا هنا وتقيس وتهضر وتقذف في الناس حشمك كبير. انا مش مانيش صاحب سلطانه ولا صاحب قرار رئيس جمهوريه ولا وزير الدفاع تشوف لي قالوا على كتافي والكاشيه وعندي وزير الماليه والخزانه حدايا وانا نفرق وما عطيتكش. انا كيما انت تحشم، اللهم بارك، ما تحشمش تروح للبلوك، ما زيد تشوفني، ما تسمع بيا، ما نسمع بيك، ربي سهل يديك العاصمه هو الرئيس وهي الدوله. مي التعليق تاعك هذا اللي تكتب فيه ويتسجل عليك ويتحسب عليك والضحكاو عليك ومش عليا انا، انا قدرتك نحبس الفيسبوك هذا الفيديو درك نطفيه ونحيه خلاص، والله ما زدت شفتني ونروح نجري على روحي وحدي انا، وكل واحد يسوق وحده، خلي تاكل بعضها. حنا من نهضروا شامخ كبر بالك، شامخ دير بالك، تشوف واحد التعليقات هنا سيرتو من بعض الاشخاص كاين حتى نعرفوهم، وانا نحشم باش نرجع ولا نهبط لمستوى كيما هذاك. مي با مويان، الناس هي تموت، الناس هي مريضة، الناس هي، لكن انت محتاج انا محتاج كتر عليك، ولا انت مريض انا مريض كتر عليك، ولا كان انت ناضلت وجريت انا تانية وناضلت، ولا كان حنا وكامل كيف كيف، وكامل رانا واحد. تحشم مني وتحشم نحشم منك نولي وزوج وخمسة ومية الف كاع لحمة وحدة، ونوقفوا قدام الدولة وقدام الرئيس قال هاول هاول فيكتيف تانا اللي مش مريق، اللهم بارك. إذا كان قاعد تهضر في الهضرة الزايدة في الفيسبوك هذا في طيح هنا في التعليقات ضحكوا عليك ومش عليا أنا، دوش راه نقول كمان. شوف هذا همشة، هاني درك راح نولي نجاوب على التعليقات، هذا همشة ما تدخلش التسوية في السياسة، هذا ما كان هذا ما كان ما ندخلوش، هذا أبو مدين ما ندخلوش السياسة سياسة في التسوية. شوفوا نقول لك امسيو، شوف نفهمك، فاهمك مليح ونروح معك بالعقل ما نتقلق ما والو. انت كي نهضر معك انت يعني حنا كاملة، انت كمشطوب عندك حكم قضائي روح تروح، عندك مجلس تأديبي روح تروح، في يدك شهرين تطعن تشكي، رجعوك ما رجعوك ربي يعينك، وحنا ما كانش فينا اللي يطعن ورجع للمؤسسة. انت مقصي نهار توصل 60 سنه روح جيب سنوات الخدمه تاعك وزيدها من السي في الكاش ما خدمت ودي لا روتريت. تقول لي عندي الحق والقانون، والله ما تسعاه انا ولا انت، راني نقول لك ليك وللناس كامل. تقول لي انا الدوله تريقني دراع عليها، او ما كانش الدراع مع الدوله، او ما كانش الدراع عندها، قلنا زوج قوانين، قانون الخدمه في الجيش تخدم بلا مزيتك، وقانون الخدمه في الجيش، وقانون قضاء عسكري تغلط تسلك. القضاء عسكري كمحكمة مجلس تأديبي في التكنة راهو كيما المحكمة، أو مجلس تأديبي اسمه، أو كيما المحكمة، ويسنيو عليك ويبصمو عليك. فر فر اطلع، جاي لي أنت تقول لي أنت راك تقود للدولة
ما تسيش ما ديرش ما دير. حنا قلنا نهار رحنا للحوار اني نهضرها لكم هنا، اني نهضر لكم هنا، قلنا الا كان نهضروا ولا نتكلموا بكل راس، هذاك قانون المعاشات، قانون المعاشات انا نخرج ونخرج من اللقاء خلاصة، بويسك ما يعنيناش هذاك قانون المعاشات تاع 1976. حنا ورايحين مع الدولة، رايحين كيما نقولوا حنا الراجل لخوه كجزائريين، الراجل لخوه قال انا خدمت كفا روحت ما عطيت لي والو، رايحين بالإنسانية، رايحين ب كيف نقولوا حنا كاين ناس تعبت محتاجه وقفت مع الدوله، الدوله توقف معها، هاك في الطريقه اللي راه انت جاي تقول لي انا القانون وندير وما تدخلش وفذا، انت تريقل سياسيا بقرار بمرسوم تعديل في القانون ما عرف واش هو باش يريقلوك، لو كان القانون ما يمسوش فيه وما كان لا انسانيه لا كذا لا كذا، انت مقصي مفصول في امرك، روح تروح تحت سنوات الخدمه روح ديها فر ليك، وروحوا سقسيو السياسيين، سقسيو العسكريين اللي تعرفوهم، سقسي اي واحد قول له واش كيقول شامخ، الا كان قال لك شامخ هذا وغلط روح ليا، يعني انت يا يعني البيبان كامل طرقتهم وشفت القانون كيفاه داير وشاورت وطلعت وهبطت وطلعت، اي ما فيهاش، اي ما فيهاش بالقانون ما عندنا والو، لو كان ما يخرجش قانون علينا ما عند الرئيس ودير لنا الحكومه قانون جديد لينا حنا وما كانش، لو كان ما يديرش مقرره ويلقاو الناس صيغه على اسمه ما كانش، حنا ونتريقلو سياسيا بقرار سياسي، قرار عسكري ما كانش، قصاتك الوزاره، الوزاره حاوزتك، وزاره الدفاع اللي تابع ليها هي حاوزتك، قالت لك انت غير مرغوب فيك، نفهمك هكذا بالدرجه، قالت لك روح تروح انت ما فيكش تاع مشاكل ولا درت ولا الله يسهل عليك، ليسونسيال انت راح تروح، الا عندك شي حق 8 سنين ونهار واعطيك البريافي. مبليسي ارواح تقست عندي ارواح ما كانش ما نحتاج حتى واحد، واش راه دير؟ مي حنا نعكسوا بعضنا، حنا نعكسوا بعضنا، حنا ضد بعضنا، انت فيك وفيك، هايا شكون اللي راح يجيب لي قانون جديد؟ انا يا راكم ما يخرجش درك قانون علينا ومقرره ومرسوم ومادة ويعدل ويدير، وكيما قبعتوا لهم اللي كاس قالوا لهم المادة كذا كذا رقم كذا كذا، هذا الميساج خليوا الناس هادو يدفعوا الملفات وفوتوا من الخبرة، هكذاك لازم يزيد يجينا قانون، منو راه يدير القانون هذا؟ الكاميرون، نيجيريا، يا اخي الدولة هذه، يا اخي الجزائر هذه، المسؤولين هذو شكون راه يدير لنا القانون؟ شوف هذا واش يكتب، كيفاش يسمع بك الرئيس؟ ياك تهضر هنا في الفيديو كيفاش يسمع؟ شفتوا كيفاه المستوى؟ شفتوا كيفاه صعيب النضال هذا؟ شفتوا كيفاه مازال 40 سنة هذا النضال؟ مازال النضال في العقول درك، النضال نضلو في العقول، يجي هكذا يكتب كيما يحب، ما يتبع لا الفيديو لا كيخلص الفيديو يعاودو واش قلت، يعني نعاودو أنا زيرو، كيفاش يسمع بك الرئيس؟ يا والرئيس والجزائر هذه والسلطات هذه الأمنية مع احتراماتنا ليها ونطلبوا لهم التوفيق، هي شجرة شجرة تنحى من الكارتي تاعك تقلعها لاكري ولا البوكلة تقلعها الشجرة نيميرو كذا اسمها كذا كذا تمشي عند الرئيس، هي تنحات الشجرة من الدوار ولا من البلدية إلا كان حاسبها أنت، الفيديو تاعي حنا ما عرفناش الرئيس وما شافناش الرئيس وما على بالناش واش رانا نديرو، كيف يسمع بينا الرئيس؟ كيف تجاوب هذا؟ شفت كيفاه؟ شفتوا النضال كيفاه مازال صعيب؟ شتو كيفاه صعيب؟ اللي يلحق في الفيديو روتار ما يعلقش، لحقت في الفيديو روتار ما تزيدش تعلق، خليك يخلص الفيديو وعاودو براحتك بالعقل، بالعقل برك، ما تكشي لي ريما والو، بالعقل فاتك الفيديو طرح السلام وتفرج، شي اللي شفتو شفتو، اللي ما شفتوش من بعد الفيديو عاودو واش اللي كنا نهضرو، ما نجيش نبروفوكي انا بالتعليق هذا نظلم. صحيت ابو مدينه هكذا بديت تفهم، انت تشوف في شامخ يعرف ولا على باله ولا هاك تقول هنا يا خويا انا نصرف خير تعرف خير مني، الامر اللي تشوفه انت يصلح واصل به، بارك الله فيك، هذا هو الكونفيونس، منك الثقه ومني الوفاء، انت دير فيا الثقه برك
قال انا شامخ الممثل تاعي، قال انا شامخ دبر راسك. يا خويا ما تخافش، ما تخافش، هنايا نتحاسبوا اسيدي، نتحاسبوا. قول يا شامخ انا ما نعرفش، روح شوف لنا الحلول اللي ديرها تفهم الحكومه، انا ومعك. خليها لي هنا في رقبتي، خليها لي هنا وروح ارقد، ما تجيش تعكسني ولا نعكسك ولا نضحكوا على بعضنا في الفيسبوك ولينا مضحكه. شايف شامخ مداير فيه الثقة، قال شامخ وين عاد تسوية، قال لك هذا دبر راسك شامخ، كاش ما تحتاجنا رانا هنا، روح للجزائر وين تبات وين تاكل وين تشرب، روح شوف لنا القضية وين عاد حنا رانا، كي تحتاجنا عيط لنا. واللي يهضر معك سلطات أمنية عسكرية مدنية، قال ما تهضرش معايا، أنا عندنا روبريزونتو درناه، ما نهضروش كامل، عندنا ممثلين أو على رأسهم فلان هضر معاه هو يقول لك. يا خويا إلا ما شرفتكش في الطابلة ولا ما ضربتش على حقك قول لي. سما تعكسنيش وما نعكسكش، انا هكذا نعرف الرجله. شوف حنا وهضرنا واللي ما لحقش يعاود الفيديو واش اللي كنا نقولو، التسويه تاعنا والله في ايادي امينه، وحنا ونتبعو في الكبيره والصغيره والله. الوعود اللي ديناه من الدولة تاع التسوية هذه غير ما بقاش الحال والتريكل، وقلنا عندنا ثقة تامة في رئيس الجمهورية وما نزيدش هنا لهذا تبون، والله الناس اللي معاه يتخدم تما اللي معاه في الرئاسة الداخل أو في وزارة الدفاع أو المديرين المركزيين والله يعني أي دولة، هذه أي دولة، وكاين المسؤول الاول والثاني والثالث وروح، وكاين مستشارين وروح، وعلى راسهم بوعلام بوعلام واللي معهم. انا ما نزيد حتى لو ما فوخ لكم بهم، ما نقول لكم الناس هادو، انا ما فوخش.